بعد أكثر من عشرين سنة وحكومات ما بعد احتلال العراق يسمع العراقيون منها جعجعة ولا يرون طحينا مليارات الدولارات من أموال ذهبت هواء في شبك وفي جيوب الفاسدين حكومات عكف على وصفها العراقيون بحكومات الفساد فهي تأتي بترشيحات من الأحزاب المتنفذة وبتزوير الانتخابات هكذا يصفها العراقيون بلد يطفو على بحر من النفط وشعب فقير وحكومات لا يصدر منها سوى الوعود ماذا قدمت حكومة السودان العراقيين بعد مرور أكثر من نصف سنة على تشكيلها؟ ماذا يريد المواطن من هذه الحكومة؟ هل يريد وعوداً وقد سئم الوعود من أكثر من عشرين سنة؟ من حكومات حققت من وجهه نظر الشعب العراقي كاس العالم بالفساد والرشوه وانعدام معايير العداله. هل يريد الشعب من رئيس الحكومه ان يظهر على شاشات التلفزه ليرسل اليهم التهاني باقرار الموازنه وتبشير العراقيين بالاخذ بنظر الاهتمام اولويات تمس معيشه المواطنين ومتطلباتها وتقديم الوعود الرنانه بتلبيه طموحاتهم فيما ينتظرونه من الحكومه من مشاريع الخدمات والبنى التحتيه فقد كشف مسؤول في وزاره الكهرباء عن انفاق العراقيين نحو ملياري دولار شهريا على المولدات الاهليه بحسب موقع ميديا لاين الاخباري الامريكي ليسلط الضوء على المعاناه التي تواجهها عوائل عراقيه مع انقطاعات متكرره للتيار الكهربائي رغم انفاق الدوله من اموال الشعب مليارات الدولارات لتطوير هذا القطاع بالاضافه الى صفقات شراء الكهرباء من بلدان مجاوره